مرحبا فيكم أعزائي الطلبة. اليوم رح نشرح الدرس الثالث من وحدة الميكانيكا، الدرس بعنوان معادلات الحركة بتسارع ثابت. هذا الدرس طبعا بيعتمد على فهمك للدرس الأول والثاني نوعا ما. زي ما حكينا، المعلومات في هذه الوحدة معلومات تراكمية، حلك لمسألة بيعتمد على فهمك لمعنى السرعة الثابتة والقوانين اللي بستخدمها في السرعة الثابتة، لمعنى السرعة المتغيرة، شو القوانين اللي ممكن استخدمها في السرعة المتغيرة. راح أحاول أشرح الدرس بطريقة مبسطة وسهلة، وبتمنى إنه يكون مفهومه واضح. خلينا نبدأ درسنا معادلات الحركة بتسارع ثابت. الآن إحنا أخذنا سابقا هذا الشكل، وعندي هون تل، حكيت إنه أنا فرضا لدي سيارة متوقفة هنا، سيارة متوقفة ساكنة، بالتالي رح تكون سرعتها تساوي صفر. السيارة بدأت بالحركة، إذا عندي هون السرعة تتزايد، بدأت هذه السيارة في الحركة سرعتها تزايدت حتى وصلت نحكي مثلا 120 متر لكل ثانية. هذه السرعة رح أسميها السرعة الثانية اللي وصلت لها السيارة، هاي رح أسميها سرعة ابتدائية. إذا الآن صار في عندي تغير في السرعة، هاي المرحلة فيها تغير في السرعة، أو باختصار حكينا بنسمي إنه عندي هون تسارع. الآن السيارة تحركت بسرعة 120، ظلت تتحرك بسرعة 120، سيارة في هذه المرحلة تتحرك في سرعة ثابتة. الآن في عندي هون تباطؤ، لما طلعت صعدت السيارة إلى التل تباطأت، لما نزلت من التل تسارعت أو تزايدت السرعة. الآن أنا اللي بدي أحكي عنه إنه إحنا كل اللي درسناه إنه في السرعة الثابتة هاي في أخذنا إشي اسمه سرعة متجهة تساوي الإزاحة على الزمن. أخذنا هذا القانون عين تساوي سين على زين. ولما كانت السرعة متغيرة، لما السرعة تغيرت أو كان عندي تسارع، حكينا إنه تا تساوي عين تنين ناقص عين واحد على زين. حكينا خلينا نكتبها زمن كلي، زين الكلية. الآن هذا القانون عملوا له التالي، حكولك خلينا نفرض إنه هاي تا على واحد، اضربي لي ضرب تبادل. الآن صار عندي تا زين تساوي عين تنين ناقص عين واحد، خدي سالب عين واحد وديها على الجهة المقابلة. لما بدي أوديها على الجهة الثانية رح تتغير إشارتها وتصير موجب، فبتصير تا زين زائد عين واحد تساوي عين تنين. هاي المعادلة اللي نتجت عندي سماها رقم واحد، هاي معادلة واحد، المعادلة الأولى من معادلات الحركة. هاي المعادلة فقط اللي إحنا مطلوب منا نعرف كيف أوجدناها. الآن في عندي معادلات تانية، معادلات الحركة أنا راح أحفظها حفظ. خلينا نطلع على هاي المعادلة الأولى. في عندي إشي اسمه عين واحد هون، صح؟ عين واحد شو هي؟ وفي عندي إشي اسمه عين تنين، وفي عندي إشي اسمه تا وزين. الآن عين واحد اللي هي سرعة بدائية، وعين تنين اللي هي سرعة نهائية، لكن هو ما بيعطيكي، ما بيحكي لك غالبا انه السرعة البدائية او السرعة النهائية بهذا اللفظ، انت لازم تميزيهم. انت اللي هي عبارة عن تسارع، وزين اللي هو زمن. هاي المعادلة الاولى من معادلات الحركة. في عندي معادلات اخرى من معادلات الحركة، خليني اكتبها هيك، اقلبها بس شوي. اذا هاي المعادلة الاولى هي عبارة عن عين تنين تساوي عين واحد زائد تا زين. المعادلة الثانية من معادلات الحركة، عين تنين طلع تربيع تساوي عين واحد تربيع زائد تنين تا مكان زين سين. الان المعادلة الثالثة اللي هي سين تساوي عين واحد زين زائد نص تا زين تربيع. الآن ما في شيء مفهوم، لكن لما نبدأ بالحل رح تعرفي كيف استخدم هاي المعادلات. الآن الفكرة إنه هاي المعادلات حفظ مهم جدا، من غير هدول المعادلات ما رح تعرفي تحلي أي سؤال، لازم تكوني حفظتهم مثل اسمك. بالتالي بتمسكي ورقة الامتحان وأول شيء بتعمله إنك تكتب القوانين والمعادلات اللي مرت عليك على زاوية الصفحة. رح تكتب هدول الثلاث معادلات وهذا القانون على زاوية الصفحة، تحط ملاحظة عنده، هذا القانون يستخدم لما تكون السرعة ثابتة، وهذه معادلات تستخدم عندما تكون السرعة متغيرة. إذا هدول معادلات الحركة الثلاث يستخدموا فقط عندما تكون السرعة متغيرة، وهذا القانون يستخدم فقط عندما تكون السرعة ثابتة. الآن إذا نحط عندهم هدول ملاحظة، نستخدم معادلات الحركة عندما تكون السرعة متغيرة أو في عندي تسارع
فقط، ما بصير استخدمهم الا ما تكون عندي سرعة متغيرة. السؤال بحكي لي عن المطلوب، بحكي لي عن سرعة ثابتة، بدي اوجد شيء في هاي المرحلة بستخدم هذا القانون فقط. الان يعني شو يعني بستخدمهم بس لما تكون السرعة متغيرة؟ يعني شيء مثل هيك، حركة تتزايد، حركة تتباطأ، حركة تتناقص، فقط عند حالات مثل هاي بستخدم مين معادلات الحركة. أما هذا القانون عين تساوي إزاحة على زمن بستخدمه لما تكون السرعة ثابتة، يعني هذا القانون ما بصير أروح أستخدمه هون، وهدول القوانين ما بصير أستخدمهم في هاي المرحلة. حكينا عين واحد سرعة ابتدائية، عين اتنين سرعة نهائية، تا تسارع وزين زمن. في عندي كمان رمز آخر، عندي سين. سين هو عبارة عن الإزاحة، إزاحة، وأنا سميتها سين ليه؟ محور السينات، أو إحنا بنحكي عن شخص بيتحرك في خط مستقيم، ما بيتحرك صعودا أو هبوطا للأعلى أو للأسفل، إحنا بنحكي إنه شخص بيتحرك في خط مستقيم، مش للأعلى أو للأسفل. إذا أنا راح أحكي سين هي عبارة عن إزاحة أفقية، عشان هيك أنا سميتها سين. رح يكون في عندي إزاحة عمودية ورح أسميها صاد، رح يكون عندي إزاحة عمودية وأسميها صاد في درس تسارع السقوط الحر، لهيك أنا رح أسمي هاي الإزاحة سين. متى أستخدم هاد؟ متى أستخدم هاد؟ متى أستخدم هاد؟ حسب المطلوب في السؤال. يعني إذا بتلاحظي هذا القانون ما فيه إزاحة، هذا القانون ما فيه زمن، وهذا القانون ما فيه سرعة نهائية، إذا ممكن أستخدم قوانين حسب إيش المطلوب مني. الآن خلينا نشوف الأسئلة وشو المطلوب في كل سؤال، وعلى هالأساس رح نختار واحد من القوانين. الكتاب مثال 2-6 بحكي لك انطلق متزلج من السكون في خط مستقيم، وصلت سرعته إلى 8 متر لكل ثانية خلال 4 ثواني، ثم أكمل حركته بهذه السرعة مدة 6 ثواني أخرى، ما الإزاحة الكلية التي قطعها المتزلج على مسار التزلج المستقيم؟ طريقة سهلة لحل الفيزياء، أول شيء أنك تكتبي المعادلات، أول خطوة كتابة القوانين والمعادلات مما نحفظ. كل القوانين والمعادلات بدنا نكتبها اللي إحنا بنحفظها. أول إشي أنا بعرف عندي هذا القانون عين تساوي سين على زين، وهذا القانون بستخدمه لما تكون سرعة ثابتة، وفي عندي قوانين معادلات الحركة الثلاث بستخدمهم لما تكون سرعة متغيرة أو في عندي تسارع. هاي أول خطوة عشان أحل سؤال. تاني خطوة عشان أحل هذا السؤال أعبر عنه برسم، يعني اقرأ السؤال خطوة خطوة وحاولي ترسمي مسار الشخص، حاولي ترسمي الطريق اللي بيمشي فيه الشخص، المسار. نبدأ نقرأ مع بعض. انطلق متزلج من السكون، انطلق متزلج من السكون، من السكون، انطلق متزلج من السكون. شو يعني لما ينطلق شخص من السكون؟ يعني هو كان ساكن، يعني انطلق متزلج، أي شخص عندي انطلق من السكون، يعني سرعته الأولى كانت صفر، أصلا هو ساكن، فوصلت سرعته إلى 8 متر لكل ثانية، انطلق من السكون لحتى وصلت سرعته إلى عين 2 بتساوي 8 متر لكل ثانية خلال 4 ثواني. المدة الزمنية من هنا إلى هنا لحتى وصلت 8، المدة الزمنية من صفر لحتى وصلت السرعة 8 احتاج 4 ثواني، ثم أكمل حركته بهذه السرعة، ظل يتحرك بسرعة 8 متر، أكمل حركته بهذه السرعة، أي سرعة؟ هاي اللي وصلها، يعني هو انطلق من صفر، صارت سرعته تتزايد 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 لوصلت لسرعة 8. هذا الحكي استغرق وبده أخذ منه 4 ثواني لسرعته انتقلت من 0 ل 8. بعدين بحكي لك أكمل حركته بهذه السرعة، ظل يتحرك بسرعة 8 طول هذا الطريق، وهو يتحرك بسرعة 8 لمدة 6 ثواني. هاي المرحلة كله سرعتها، سرعة المتزلج فيها 8 8 8 8 8. الآن أنا بعرف معادلات وقوانين لما تكون السرعة ثابتة، ومعادلات وقوانين لما تكون السرعة متغيرة. ثالث خطوة لازم أعملها بعد ما عبرت عنها برسم، أحدد أين السرعة ثابتة وأين السرعة متغيرة في هذا الرسم اللي أنا عبرت عنه. وين كانت سرعة الجسم ثابتة وين كانت سرعة متغيرة؟ خلال أي مرحلة كانت ثابتة وخلال أي مرحلة كانت متغيرة؟ طبعا واضح كتير الرسم، يعني من صفر لثمانية السرعة تغيرت، إذا هاي المرحلة كانت فيها السرعة
متغيرة. بما انه هاي المرحلة من هون لهون السرعة متغيرة، اي مجهول بدي اعرفه، اي معلومة بدي اعرفها في هاي المرحلة بروح بعرفها من وين؟ باستخدام هدول المعادلات فقط. ممنوع استخدم هذا القانون، او ممكن استخدم مع هدول المعادلات المعادلة الرئيسية اللي انا طلعت منها هاي، اللي اشتقيت منها هاي، اللي هي التسارع يساوي عين تنين ناقص عين واحد على الزمن. هاي هي اصلا هاي ممكن استخدمها كمان. الان هاي الفترة فيها سرعة متغيرة، هاي الفترة فيها ضل يتحرك بتمانية تمانية تمانية، سرعته ثابتة، اذا هاي السرعة ثابتة، والسرعة الثابتة ما عندي الا قانون واحد استخدمه فيها اللي هو هذا القانون. اي مطلوب بده يعني اوجده في هاي الفترة ما عندي غير هذا القانون استخدمه. ممنوع استخدم اي قانون هدول القوانين هون، هدول القوانين لا ينطبقوا الا عندما تكون السرعة متغيرة، او في عندي تسارع، او بحكي لي السرعة تزداد او السرعة تتناقص. اذا لازم تكون السرعة متغيرة عشان استخدم معادلات الحركة الثلاث. الان انا كتبت القوانين ومعادلات، عبرت عن السؤال برسم، حددت وين السرعة ثابتة واين السرعة المتغيرة. الان بدي اشوف شو المطلوب مني. ما الازاحة الكلية التي قطعها المتزلج على مسار التزلج المستقيم؟ هاي مسار التزلج المستقيم، وهو بحكي لك ما هي الازاحة الكلية. اول اشي كلمة الازاحة، الازاحة المطلوب، الازاحة. اربعة نحدد المطلوب. مطلوب مني ايش؟ الازاحة. في هذا السؤال الازاحة رمزها ايش؟ اللي هي سين. مطلوب مني سين، تمام. الان بده الازاحة الكلية، يعني كل الطريق والمسار اللي قطعه من نقطة بدايته لنقطة نهايته. مش الازاحة هي عبارة عن المسافة بين نقطة البداية لنقطة النهاية وصل منهم بخط مستقيم بوجد الازاحة، مش احنا هيك كنا وجدها بالدرس الاول. الازاحة بحدد نقطة البداية، هو انطلق من هون، هي نقطة البداية، وبدي احدد نقطة النهاية لهون اعطاني. الان بحكي لك المسافة هاي كلها بين البداية والنهاية كيف اوجدها. الازاحة عبارة عن سين. اطلع على القوانين، شوفي هذا القانون فيه سين صح، وهذا القانون ايضا فيه سين، لكن انا بفضل استخدم هذا القانون لانه سين مباشرة، يعني سين على طرف هون راح اضطر اني اكتبها. المعاملات اللي بجوارها احطهم على الطرف الثاني عشان اوجد سين. راح استخدم معادلة رقم 3، لكن لو بدي استخدم معادلة رقم 3، ايها معادلة رقم 3 اللي هي سين تساوي عين واحد زين زائد نص تا زين تربيع، لو بدي اوجد سين في هذه المعادلة، هذه المعادلة لا تستطيع ان تجد الا سين في السرعة المتغيرة. احنا حكينا هاي المعادلة ما بستخدمها الا لما تكون السرعة متغيرة. اذا هذه المعادلة رح توجد لي سين صحيح، لكن مش سين الكلية، رح توجد لي سين من هاي المنطقة الى هاي المنطقة فقط. هو شو طالب مني؟ طالب منك ازاحة كلية من بداية الى نهاية، الى نقطة النهاية اللي اعطاك اياها. الان لو استخدمت هذا القانون بصير استخدمه، لكن هذا القانون لا ينطبق الا في محل السرعة المتغيرة. هاي فترة السرعة المتغيرة، اذا من هنا الى هنا بقدر اوجد سين في هذا القانون. مفيد؟ مفيد طبعا. الان خليني اوجد سين من هون لهون. سين من هون لهون بتساوي، لو بدي اعوض، عين واحد السرعة الابتدائية صفر صفر ضرب الزمن اربعة زائد نصف تا التسارع. عندي موجود؟ ما عندي تسارع. معطيني اياه معلومة بالسؤال. في عندي رقم معطيني اياه متر لكل ثانية تربيع، هذا تسارع بيكون؟ ما في. وانا لما عبرت عنه برسم كتبت اشي اسمه تسارع؟ ما في عندي تسارع. اذا انا بدي التسارع، هذا مجهول. الان لدي التسارع مجهول، عشان اوجد التسارع بروح بكتب واحدة من هدول المعادلات، استخدم واحدة من هدول المعادلات عشان اوجد التسارع. اسهل واحدة استخدمها هاي، لاني لو بدي استخدم هاي سين مجهولة، بدي استخدم هاي سين مجهولة. اسهل شيء استخدم مين؟ معادلة رقم واحد. والاسهل من هذا كله اني انا استخدم القانون الاساسي اللي انا حافظته، اللي شقيت منه معادلة رقم واحد، اللي هو عين تنين ناقص عين واحد على زين. هذا اسهل شيء، بصير استخدم هذا وراح يعطيني نفس الاجابة. الان تا بتساوي عين تنين تمانية ناقص عين واحد صفر على الزمن خلال هذه المرحلة أربعة. أنا لما أستخدم معادلات الحركة في سرعة متغيرة أو بتسارع لازم
بس استخدمهم خلال السرعة المتغيرة. يعني لما بدي احط زمن بحط الزمن اللي هون، ما بصير استخدم هذا الزمن. اي معلومة خارج هذه المنطقة ما بصير استخدمها. تسارع يساوي 8 على 4 ويساوي 2 متر لكل ثانية تربيع، تمام؟ الآن بروح بعوض النتيجة اللي طلعت معي 2 ضرب 2، أوجدت التسارع طلع عندي 2. 2 ضرب الزمن، أي زمن؟ طبعا الزمن اللي هون بما أني أنا بستخدم معادلة من معادلات الحركة، ضرب 4 تربيع. 0 ضرب 4 هذا الحد كله راح يروح، يساوي نصف، أو خليني أختصر 2 مع 2 أي راحوا مع بعض. الأربعة تربيع كم؟ 16 متر، بما أني أنا بوجد إزاحة، لأني أنا بوجد إزاحة فهو 16 متر. 16 متر الآن، يعني أنا عندي الإزاحة من هون لهون 16 متر، يعني قطع 16 متر والسرعة متغيرة. كم قطع والسرعة ثابتة؟ بدي أعرف الآن سين هون وأجمع بعدين التنتين مع بعض بعطيني إزاحة كلية. إذا أوجدت أنا سين هون، بدي أوجد سين من هذه النقطة إلى هذه النقطة، بجمعهم مع بعض بيعطيني إزاحة كلية. عشان أوجد الإزاحة في هذه المنطقة ما عندي ولا أحفظ إلا قانون وحيد أعطاني أستخدمه في السرعة الثابتة، وهو هذا القانون. فرح أحل أوجد سين من هذه النقطة إلى هذه النقطة، بدي أوجد سين خلال قانون السرعة الثابتة. بروح بحكي له السين، أنا عندي عشان أوجد سين بحكي له أنا عندي هذا القانون، عين تساوي سين على زين، عين تساوي سين على زين، هذا القانون. أنا عندي عين واحدة طبعا لأنه كان يتحرك بسرعة ثابتة، سرعة واحدة ثابتة، وهي تساوي كم؟ تساوي 8، تساوي سين المجهول اللي أنا بدي إياه، والزمن 6 ثواني خلال هذه المرحلة. هذا الزمن اللي أنا بحل على السرعة الثابتة رح أخذ زمن 6 ثواني. الآن 8 في 6 سين تساوي 48 متر طبعا لأني بحسب إزاحة، والإزاحة وحدتها متر. الآن أنا عندي سين من هون لهون 16، وسين بهاي المنطقة عندي تساوي 48، فرح أجمع 16 زائد 48 تعطيني 64 اللي هي سين الكلية. إذا أنا عندي هون رح أكتب إنه الإزاحة الكلية. خلينا نشوف مثال آخر أو سؤال آخر من أسئلة الكتاب أو من أمثلة الكتاب. يتدرب أحمد على ركوب دراجة هوائية، دفعه والده من السكون، اكتسب تسارع ثابت مقداره 5 بالعشرة متر لكل ثانية تربيع مدة 6 ثواني، ثم يقود بعد ذلك الدراجة وحده بسرعة ثابتة مدة 20 ثانية. احسبي. طالب مني 3 أشياء: سرعة أحمد في نهاية الثانية السادسة، إزاحة كلية قطعها، سرعة متوسطة خلال الحركة كلها. أي سؤال بمر عليك لازم تتبعي خطوات الحل الأربعة اللي أنا أعطيتك إياها في الفيديو السابق لما حلينا مثال 2-6. أول واحدة، خطوة من خطوات الحل، حكينا إنه بكتب القوانين والمعادلات اللي بحفظها، وحكينا في عندي قسمين: قسم معادلة السرعة ثابتة، أنا لما كانت عندي السرعة ثابتة عندي هذا القانون اللي هو عين تساوي سين على زين، وفي عندي لما تكون سرعة متغيرة. هدول القوانين اللي أنا بحفظهم، قوانين خلال السرعة الثابتة وقوانين الثلاث المعادلات الثلاث خلال السرعة المتغيرة. وطبعا خلال السرعة المتغيرة كمان في عندي القانون الرئيسي اللي أنا اشتقيت منه أساسا اللي هو تا تساوي عين تنين ناقص عين واحد على زين. الآن هي أول خطوة في الحل. تاني خطوة في الحل حكينا بدي أعبر عن هذا السؤال برسم. حاولوا وقفوا الفيديو وعبروا عن السؤال برسم، بعدين قارني رسمك بالرسم تبع الفيديو. وقف الفيديو الآن وعبر عن السؤال برسم، بعدين أكمل الفيديو. الآن رح نعبر على السؤال برسم. بحكي لك يتدرب أحمد على ركوب الدراجة الهوائية. كل أسئلتنا إحنا بتحكي عن الحركة في خط مستقيم، خلاص؟ إذا أنا كل أسئلتي بتحكي عن الحركة بتكون في خط مستقيم. يدفعه والده من السكون، كلمة السكون يعني كانت سرعته الأولى كم؟ يعني كان الشخص واقف، يعني أحمد كان راكب الدراجة وكانت سرعته 0، كان ساكن، يعني عين واحد تساوي 0. لما دفع والده أعطاه تسارع، حكينا شو يعني تسارع؟ حكينا التسارع يعني سرعته متغيرة، هاي سرعة متغيرة أو تسارع، حكينا بنستخدم هاي المعادلات لما تكون السرعة متغيرة أو في عندي تسارع. أعطاه والده تسارع، مقدار هذا التسارع اللي أعطاه يا والده، دفعه من الصفر وأعطاه تسارع، أعطاني التسارع يساوي 5 بالعشرة متر لكل ثانية اللي هي نص، طبعا بما أنه تسارع ثانية تربيع أعطاه تسارع.
هذا التسارع أعطاه مدة 6 ثواني، خلال 6 ثواني هو بيدفعه بتسارع 5 بالعشرة متر لكل ثانية، مدة 6 ثواني، يعني ضلوا يدفع في مدة 6 ثواني وهو بيعطيه تسارع من هون لهون، وهو بيعطيه تسارع. تسارع ثابت، شو يعني لما أحكي بيعطيه تسارع ثابت؟ يعني كأني بحكي إنه سرعته قاعدة بتزيد 0.5 متر في الثانية كل ثانية، كل ثانية السرعة بتزيد 0.5 متر، كل ثانية السرعة بتزيد 0.5 متر في الثانية، السرعة بتزيد 0.5، كل ثانية سرعته بتزيد 0.5. يعني لو هو بدأ من أولى 2 3 4 5، هاي 6 ثواني، وصل لهون، وصل لهون عنده سرعة تانية أنا ما بعرف شو هي، مجهولة. تمام، بس إحنا ما خلصنا الرسم، ما خلصنا قراءة السؤال، إحنا بس بدنا نفهم هاي المرحلة اللي هو بتحركها. للآن أنا قرأت يدفعه من السكون، اكتسب تسارع ثابت مقداره 5 بالعشرة متر لكل ثانية تربيع مدة 6 ثواني. الآن أنا من خلال الرسم ممكن أوصل لكتير معلومات، بما إنه هو كل ثانية بتزيد سرعته 0.5، مش هو بيحكي لي تتغير السرعة، تتغير السرعة كل ثانية 0.5، مش هو التسارع هو تغير السرعة، يعني السرعة بتتغير لي 0.5 متر في الثانية. يعني أول ثانية سرعته صار كانت 0، صارت بعد أول ثانية سرعته 0.5، بعد ثاني ثانية 0.5 زائد 0.5 صارت سرعته 1، صارت سرعته هون 1.5، صارت سرعته هون 2، صارت سرعته 2.5، صارت سرعته 3. أنا عرفت عين 2 3 من خلال فقط فهمي، ما حليت ولا قانون ولا معادلة. تمام، وهذا حيكون مطلوب من المطلوبات اللي إنك إنك توجدي سرعة أحمد في نهاية الثانية السادسة، بس رح نوجدها هلأ من خلال معادلة، رح أفرجيكي كيف كمان تحليها، مش بس تعرفيها هيك، بس عشان تعرفي إنه الفيزياء منطقية، يعني مش بس معادلة وحل. تسارع ثابت يعني السرعة قاعدة بتزيد، سرعته بتتغير وبتزيد 0.5 كل ثانية. كان يتحرك بسرعة 0، بعدين دفعوا أبوه بالأول بسرعة 0.5، بعدين صارت السرعة 1 1.5، 2 2.5، 3، بعدين تركه. كيف عرفت انه تركه؟ بحكي لك ثم يقود بعد ذلك الدراجة وحده بسرعة ثابتة. تركه لما صارت 3 وصار يقود الدراجة وحده بسرعة ثابتة، قاد الدراجة بسرعة ثابتة مدة 20 ثانية، يعني ظلت هون يتحرك بسرعة ثابتة، ظلت يتحرك بسرعة 3 3 3 3 مدة 20 ثانية. الآن نشوف شو المطلوب. هاي الرسم، إذا الرسمة اللي عندي بحكي لي إنه أحمد بدأت سرعته من 0، تحرك على خط أفقي، أبوه دفعه بتسارع مقداره 0.5، يعني سرعته كانت كل ثانية تزيد 0.5، يعني سرعته الأولى إذا كانت سرعته الأولى 0 فكل ثانية كانت تزيد عندي 0.5، مدة 6 ثواني وأبوه بدفع فيه، لا بعد 6 ثواني تركه وصار يتحرك بالسرعة الثابتة اللي أبوه تركه فيها. وين تركه أبوه؟ كم كانت سرعته؟ كمل هو بنفس هاي السرعة. احنا حكينا اول اشي بكتب قوانين، بعبر برسم، انا عبرت برسم، بعدين بدي احدد بالرسم اللي انا رسمتها اين السرعة الثابتة واين السرعة المتغيرة. مش هيك حكينا ثالث طريقة، ثالث خطوة في خطوات الحل. الان اين هي السرعة الثابتة واين هي السرعة المتغيرة؟ طبعا بكل وضوح بما انه انا عندي هون تسارع او السرعة عندي هون تغيرت، فهي هي سرعة متغيرة في هذه الفترة، وهون انا عندي ايش؟ سرعة ثابتة. يعني في هاي الفترة أي مجهول بدي إياه بستخدم هدول المعادلات، في هاي الفترة أي مجهول بدي إياه، أي مطلوب طلبوا مني بستخدم فقط هذا القانون. الآن المطلوب الأول بحكي لك أول ألف، نشوف بحكي لي احسبي سرعة أحمد في نهاية الثانية السادسة، بده أنا عندي عين 1.0، بعد ما خلص 6 ثواني أبوه دفعه فيهم كم صارت سرعته؟ إحنا أوجدناها، أوجدناها من فهمنا لتغير السرعة، من فهمنا للتسارع إنه السرعة بتتغير. أنا هو معطيني تسارع 0.5، فإحنا أوجدناها وحكينا هي 3، لكن غالبا في الامتحان أستاذك ما رح يرضى هيك حل، أستاذك المعلم تبعك ما بيرضى هيك حل، بحكي لك حل لي على قانون. من فهمك أنت توصلت إنه السرعة الثانية اللي وصل لها أحمد هي 3. الآن لو بدي أنا أحل على قانون وأوجد له عين 2 السرعة اللي وصلها هون، اللي هي بحسميها عين 2، عين 2 أو السرعة النهائية لهاي المرحلة، اتغيرت السرعة من 0 لكم؟ بدي عين 2، المطلوب عندي هون عين 2، إذا أنا بدي أحدد ثالث خطوة للحل، أحدد المطلوب. في ألف المطلوب هو عين 2 سرعة في نهاية الثانية السادسة. طيب بما إني أنا بدي عين 2 اللي وصل لها، خلال هاي الفترة لما تكون السرعة متغيرة استخدم واحد من هدول المعادلات، اطلعش على السرعة الثابتة. تمام، اذا انا راح استخدم واحد من هذول الثلاث معادلات عشان اوجد عين 2
وأسهل واحد إني أوجد فيه عين تنين اللي هو المعادلة رقم واحد، لأنه لو بدي أستخدم تنين بدي إزاحة، وأنا مش معطيني شيء عن الإزاحة. لو بدي أستخدم ثلاث كمان بده إزاحة، ولو بدي أستخدم هاد كمان بصير، كمان بصير رح يعطيكي نفس النتيجة، لكن أنا رح أفضل إني أستخدم واحد لأنه عين تنين رح أوجدها مباشرة من غير ما أروح أنقل الحدود للطرف الثاني. فالحل راح يكون انه عين تنين تساوي عين واحد زائد تا في زين. الان عين تنين هي المطلوبة، انزلها مثل ما هي. عين واحد بدأ من سرعة صفر زائد التسارع نصف، خليني اكتبه هيك، مش هذا نفسه 5 بالعشرة نصف، تمام، ضرب الزمن. الزمن اي زمن؟ في عندي 6 وفي عندي 20. طبعا انا ما بستخدم اي زمن الا الزمن الموجود عندي خلال هاي الفترة. عندي الزمن 6 ثواني ضرب 6. الآن هذا الكلام يساوي عندي 2 اختصري معهم 3 وتساوي 3 متر لكل ثانية. هاي مين؟ عين 2، وهو اللي احنا نفسه أوجدناه من خلال فهمنا، طلع معي أصلا 3. الآن بطلوب مني باء، الإزاحة الكلية التي قطعها. هذا المطلوب باء هو نفس المطلوب اللي احنا حليناه في المثال 2-6، بده مني إزاحة كلية. بده لازم أحدد المطلوب. المطلوب إزاحة يعني سين الكلية، خلينا نسميها لأنها من هون إلى هون. إحنا حكينا بالمثال السابق إنه الإزاحة اللي هي سين، أنا رح أوجد سين خلال السرعة المتغيرة، رح أوجد سين من هاي الفترة بهاي المنطقة، بعدين أوجد سين من هون لهون خلال 20 ثانية، سين هون رح أوجدها، ورح أوجد سين خلال هاي الفترة، بعدين أجمعهم مع بعض، بعدين رح أعمل إيش؟ أجمعهم مع بعض ويعطيني إزاحة كلية، تمام؟ إذا الإزاحة الكلية رح تكون عبارة عن سين خلال السرعة المتغيرة زائد سين خلال السرعة الثابتة. خلال السرعة المتغيرة، هاي السرعة المتغيرة بدي أوجد سين، فبروح بطلع على معادلات السرعة المتغيرة، هاي سين، فرح أستخدم معادلة رقم 3 بتحكي لي إنه سين تساوي عين واحد زين زائد نص تا زين تربيع، ويساوي عين واحد اللي هي صفر ضرب الزمن خلال هاي الفترة، فقط كل الأرقام راح أخذها من هون 6، زائد نص تسارع خلال هاي الفترة نص ضرب نص ضرب الزمن كمان خلال هاي الفترة 6 تربيع، 6 تربيع، أو ممكن أحكي 6 تربيع، هي 6 ضرب 6 بس عشان أسهل علي حل الرياضيات، مش 6 تربيع، هي 6 ضرب 6، تمام. إذا أنا بدي أكتبها هيك، ما بدي أكتب 6 تربيع، بدي أكتب 6 ضرب 6 لسبب إني أنا عشان أختصر هيك. وهاد هون 3، تمام، 0 6 0، هذا الحد كله راح، ويساوي 3 في 3 9 متر. إذا أنا عندي سين هون تساوي 9 متر، حسبت الإزاحة من هون لهون. إذا والده دفعه من السكون مدة 6 ثواني، هاي 6 ثواني دفعوا فيها والده قطع مسافة 9 متر، هو بده إزاحة كلية، فبالتالي أنا راح أحسب الإزاحة كمان من هون لهون. الإزاحة من هون لهون هاي السرعة ثابتة، ما عندي غير قانون واحد أستخدمه، هي بروح بكتب عين تساوي سين على زين. عين عندي موجودة، السرعة هون موجودة، طبعا هو تحرك، ضلوا يتحرك للسرعة اللي وصلها، اللي ضلوا يتحرك بسرعة 3 تساوي، إذا هون 3 ما بعرف واضح معكم، تساوي سين اللي هي الإزاحة اللي أنا بدي إياها، خلضني كاتبها بالرمز سين، على الزمن خلال هاي الفترة اللي هو 20. بالتالي راح أضرب 3 ضرب 20 هي سين، بطلع عندي إنه سين تساوي 60 متر. إذا بعد ما والده دفعه تحرك 60 متر، بال20 ثانية قطع 60 متر. الآن الإزاحة الكلية، سين الكلية تساوي الهاي 60 طلعت معاي زائد 9 اللي طلعت معاي، 60 زائد 9 وتساوي 69 متر. أنا بفضل إنه أنتوا تحاولوا تحلوا بنفسكم، تغطوا الحل وحاولوا عيدوا حل بنفسكم. اليد إلها ذاكرة زي ما حكينا، لازم تحل بإيدك، ما بكفي الدراسة النظرية بالعين، تمام. الآن جيم، جيم السرعة المتوسطة خلال الحركة كلها، شو يعني؟ هذا شيء ما مر علينا سابقا، صح؟ احنا بنعرف بده السرعة المتوسطة خلال الحركة كلها، يعني خلال الحركة هاي كلها بده سرعة متوسطة، يعني ما بده لا سرعة ابتدائية ولا سرعة ثانية ولا سرعة خلال الحركة الثابتة،
يعني سرعة متجهة، بده سرعة متوسط السرعة خلال هاي الحركة. يعني تقريبا كم كانت سرعته متوسط السرعة خلال هاي الحركة كلها؟ عشان أعرف متوسط السرعة رح أسميها عين متوسط السرعة، رح أسميها السرعة المتوسطة، عين المتوسطة، أو بنحط فوقها خط هيك، تساوي الإزاحة. أي إزاحة؟ هاي ولا هاي؟ الإزاحة الكلية على الزمن. أي زمن؟ الزمن الكلي. لما أوجد السرعة المتوسطة بوجدها من خلال هذا القانون، إزاحة كلية على زمن كلي، وتساوي الإزاحة كلها، أنا أوجدتها 69، على الزمن الكلي عندي 20 وعندي 6. الزمن الكلي اللي هو 20 زائد 6 كمان، يعني 69 على 20 زائد 6 اللي هي 26. احسبوا لي إياها. 65 طبعا الوحدة متر لكل ثانية، احسبوا لي إياها، تأكدوا لي من الجواب. الآن هيك احنا بنكون حلينا سؤال 8 من أسئلة الوحدة. بتمنى انه يكون الدرس مفهوم. خلينا نشوف المسائل او المثال. في عندي امثلة بالكتاب، طبعا هي اصعب امثلة انها تجيكي سؤال واحد سرعة ثابتة وسرعة متغيرة، في امثلة كتير اسهل من هيك. مثال 2-7، هذا المثال جدا سهل. طبعا رح نتبع فيه الخطوات اللي احنا حكينا عنهم. الخطوات اللي احنا حكينا عنهم للحل، اني اروح اكتب القوانين على جنب، رح اكتب القوانين، هاي اول خطوة. القوانين نعتبر اني انا هون ايش عملت؟ كتبت القوانين. ثاني خطوة اعبر عن السؤال برسم. حافلة تسير بسرعة 24، اعطاني سرعة، هي اصلا بتسير بسرعة كم؟ 24. عين واحد تساوي 24 متر لكل ثانية على شارع افقي، اكيد كل حركتنا افقية مستقيم. اضطر سائقها الى التوقف التام، توقف سائقها بشكل تام. بعد هو بيمشي توقف بشكل تام، شو يعني توقف بشكل تام؟ جسم متوقف سرعته صفر، يعني سرعته من 24 صارت عين 2 تساوي صفر. هل السرعة بتنتقل من 24 إلى صفر مباشرة يعني؟ طبعا لا، يعني السرعة في هاي المرحلة سرعة تتغير، السرعة بتتغير في هذه المرحلة. السرعة تغيرت، استخدم الكوابح مدة 8 ثواني، يعني من 24 عشان تصير صفر ضغط على الكوابح مدة 8 ثواني، توقفت الحافلة. الآن خلص السؤال، مطلوب تسارع وإزاحة. حلو، هذا السؤال كتير سهل، فيش عندي غير سرعة متغيرة. سرعة متغيرة معادلات الحركة الثلاث. الآن أول مطلوب بده تسارع، واحد بده إيش؟ المطلوب في هذا السؤال هون عندي اللي هو تسارع. معادلات الحركة الثلاث أسهل واحد إني أستخدم هاد، وممكن تستخدمي هاد، وجربي التنين والتنين رح يعطوك نفس النتيجة. رح أحكي إنه تا تساوي عين تنين ناقص عين واحد على الزمن. عوضي عين تنين كم؟ صفر ناقص 24 عين واحد على الزمن اللي هو 8. 24 على 8 تساوي، اختصرت 8 مع 24 طلع عندي سالب 3، لانه صفر ناقص 3 اطلع عندي كم؟ سالب 3. هاي السالب معناها انه السرعة تتناقص، وهو فعليا السرعة تناقصت، يعني هو ضغط كان سرعته 24 تناقصت، كانت تتناقص طول الطريق، هذه سرعته تتناقص. الاصل اني انا قبل ما احل توقعت انه يطلع معي الجواب سالب، لانه سرعته تناقصت، هو ضغط على الكوابح من 24 ظلت تتغير تتغير تناقصت حتى وصلت إلى صفر. من 24 ظلت تقل كل مرة، تقل 3 3 3 3 3 لحتى وصلت إلى صفر. خلينا نشوف إحنا هيك، هي 1 2 3 4 ثواني 5 6 7 8 ثواني. 8 ثواني هو بدأ بسرعة 24، بدها تقل 3، هي أول ثانية قلت كم؟ 3 صح؟ مش هي السرعة تتغير، السرعة تتغير كيف؟ 3 متر في الثانية، بتقل 3 متر، بتقل 3 متر كل ثانية. طيب إذا هي بدأت سرعة 24، نقصي منها 3 صارت 21، نقصي منها كمان 3 صارت 18، نقصي منها 3 صارت 15، نقصي منها 3 صارت 12، نقصي 3 صارت 9، كمان 3 6، كمان 3 3، نقصي كمان 3 صارت السرعة صفر. فيزياء منطقية، لازم الحل يطلع عندك زي تفكيرك بالضبط إذا أنت فاهمة الفيزياء فعليا. خلص، إذا السرعة تتغير بمقدار 3، تنقص 3 3 في كل ثانية، كل ثانية السرعة بتقل 3، كل ثانية السرعة قلت 3 لحتى وصلت صفر. وفعليا لما حسبت التسارع السرعة كانت تتناقص، طلع معي سالب، والسالب والموجب يحكي لي إنه هذه المسألة تتناقص أو تتزايد. الآن لما بدي أنا أحسب إزاحة في معادلات الحركة بعوض السالب والموجب، فأنا كتبت معادلة الحركة. الآن عندي التسارع 3 رح أعوض سالب 24 في 8 رح تعطيك 192، اضربيها على جنب، وهذا الكلام سالب 3 في 4
12 سالب 12 سالب 12 في 8 رح يعطيني 96 ناقص سالب سالب 96 رح يعطيني 192 ناقص 96 بيعطيني 96 متر. إذا لحتى صاحب الحافلة يستطيع يتوقف رح يكون قطع 96 متر فقط في الثمان ثواني هدول اللي هم محتاجهم لحتى يتوقف يوصل للوقوف التام. وأصلا كانت سرعته بطيئة 24 متر في الثانية، يعني لو كانت سرعته أكثر من هيك، يعني لو كان بيسير بسرعة أكثر من هيك، شوف كم من متر رح يحتاج عشان يتوقف. يعني إذا كان بتوقف اضطراري عشان في شخص أمام الحافلة بده يمر، ممكن يدعس هذا الشخص ويمر عنه ب 96 متر كمان. هيك احنا بنكون انهينا درس معادلات الحركة لتسارع ثابت. ان شاء الله يكون الدرس مفهوم. انتظرونا بالدرس الجاي، لا تنسوا تضغطوا سبسكرايب ولايك وخبروا اصحابكم عن الفيديوهات اذا كانت بالنسبة لكم مفيدة.